يا استاذ حكيم عبد الزار، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله، شكرا لانضمامك لنا. استاذ حكيم حبيبي، القضيه وما بيها انه في منطقه حي الزهراء الكماليه، المحله شقد اخوان؟ شقد المحله؟ المحله شقد؟ 759 المحلة. هذه المنطقة شارع عام أصولية سكنية قرب بدالة الكمالية. نازل شخص يدعي أنه شيخ عشيرة ومعاه جهة مسلحة، أنه هذا الشارع العام دي يريد يقطعه ويسوي عمارة أو مخزن، فجاي هنا أنا ومبلغ العالم انه جايب مساح ومنزل بلوك، انه اني هذا الشارع اخذه، واحنا واقفين حاليا بهذا الشارع. الشارع شارع عام، استفسرت من الناس وطلعونا الخرائط الخاصه بك بالامانه، انه خرائطها صادره بال 74، والقضيه انه شارع عام ملك عام يعني. تمام، فهذا القضيه وهاي الملف اريد نوصله لكم. يعني انا اولا اشكرك يعني اطلاعنا على الموضوع، وانا ان شاء الله هسه اتصل مباشره بمدير عام بلديه الغدير، وانت ذكرت انه 759 خلف البداله. اي سبع الشارع تعرفوا ايش قد رقمه؟ 16. شارع 16 سياده المدير. اي 16. ان شاء الله يعني بعد الانتهاء من اللقاء السيد مدير عام البلدية، وأكيد نتحمل الإزعاج. والله نكون يعني مشكورين منكم إذا وصلتونا. بالنسبة للدخول هو يطمئن إلى والله استاذ حكيم، هم الناس متخوفين جدا، ومتخوفين انه تصير يعني مشاكل او تصير قتل لا سامح الله بالقضيه، لانه اكو سلاح بالموضوع. فنتمنى يصير تدخل منكم حتى ندرى الفتنه والخطر عن الناس. بارك الله بك، بارك الله بك، واحنا نكون على تواصل معاك بملفهم، لان الناس يتواصلون ويانا ونريد نوصل القضيه بامانه لهم ان شاء الله. حياك الله، شكرا لك استاذ حكيم عبد الزهره مدير اعلام امانه بغداد، مشكور لانضمامه للبرنامج.